طلب الخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، ومواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. دائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف نعبر كل هذه الأزمات الصعبة. البداية دائما التذكير بطرق التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة. اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم رسالة مختصرة بها المعلومات الكاملة. إذا كان هناك مقطع فيديو أو صورة توضح المشكلة يا ريت رسالة حتى يتم عرضها ضمن فقرة عيون المدينة. فيسبوك وتويتر، اللي يحب يتواصل ويانا من خلال هذين الموقعين، البث المباشر على صفحة الشرقية الوحيدة والرسمية على الفيسبوك، واللي عنده تعليق مناشدة مشكلة يتركها ضمن التعليقات قرأها وقت بث الحلقة أو يتم إرسالها لمراسلينا لمتابعتها. المشوار راح يبدي من أخبار أهل المدينة، واليوم حقيقة أخبار كثيرة متسارعة ومتلاحقة، ويمكن أكثر شيء في العراق هي موضوع التظاهرات. ما يمر يوم إذا ما كان هناك تظاهرة شعبية في أغلب المدن العراقية، يعني مو بس مدينة واحدة. هناك الكثير من المناشدات والمطالبات والوعود التي أعطيت لكن دون تنفيذ، فلذلك الناس من تشوف أنه ماكو فايدة وصبرها يخلص تضطر أنه تطلع إلى تظاهرة لعلها تذكر من وعدهم، أو لعلها توصل صوتها للجهات المعنية وللوزارات المعنية حتى يتم معالجة الموضوع. اليوم أهل كربلاء طلعوا في تظاهرة أمام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بموضوع الخدمات اللي وعدهم به مجلس المحافظة والمحافظ والمسؤولين اللي صاروا هسه حاليا نواب في عن كربلاء، وعن كل الجهات المعنية اللي وعدتهم خيرا انه راح يكون هناك تنفيذ لمطالب المتظاهرين سابقا وتوفير الخدمات، لكن دون فائدة. فاليوم هناك المئات من اهالي كربلاء امام محافظة كربلاء طلعوا بهذه التظاهرة، رفعوا لافتات حتى انهم يعني علوا سقف المطالب وقالوا نطالب بإقالة المحافظ اللي لحد الآن ما وفر لنا أي شيء أو ما وفى بوعوده. فالناس تقول أين الوعد أو وين الوعد وينه. هاي التظاهرات أنا أعتقد تشبه تظاهرات أغلب المدن العراقية، هي موضوع الخدمات على رأسها، موضوع التعيينات، كثير من المواضيع، خاصة هسه موضوع الخدمات الموجودة في المدارس. هناك الكثير من المدارس تعاني الإهمال، فالناس يقول لك احنا موضوع الماء، موضوع الكهرباء، احنا جاي شتاء راح تبدي مشاكل النفط، كل هذه الامور. قال لك الناس خلي لحق قبل ما يبدي فصل الشتاء ونتظاهر حتى نوصل صوتنا للجهات المعنيه. نتمنى انه يكون هناك متابعه لهذا الموضوع، يعني اهالي كربلاء عندهم مناشدات ومطالبات خاصه بهم. عسى ولعل النواب عن كربلاء الموجودين حاليا في مجلس النواب يلتفتون الها، واللي يقدرون يحققونه يحققونه على ارض الواقع. طيب نروح إلى موضوع آخر، موضوع يمكن المفروض كان من البارحة احنا ناخذه، لكن لكثرة المواضيع عندنا صار يومين هناك قلق كبير لدى طلبة السادس إعدادي بكل فروعه، خاصة اللي يبدون يدخلون طبية اللي معدلاتهم 95 فما فوق. هذول صار لهم كم يوم يتظاهرون ويناشدون على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك رسائل بالمئات وصلت لنا، الناس اللي معدلاتهم 95 وتم قبولهم معاهد، معهد طبي وهو جايب 95 96 97 ايضا قبلوا هناك بهم معاهد. فالطلبه اليوم تظاهروا بشكل ملفت للنظر، يعني حتى في نينوى كان هناك تظاهره، اليوم في بغداد تظاهره، في بعض المدن العراقيه هناك تظاهرات للطلبه اللي جايبين معدلات 95 فما فوق وتم قبولهم في المعاهد. لذلك الوزاره فتحت على اساس اعاده القبول، استماره القبول حتى يعيدون مره اخرى، عسى اخاف يكون هناك خطا بالموضوع. لكن قاعد يقولون انه احنا جايين نواجه مصير مرعب، انه واحد فوق ال100 يلا يدخل طبيه، هاي ما صايره، يعني ما صايره الا في العراق. طبعا احنا يمكن من البلدان القليله جدا، يمكن اذا ما نكون البلد الوحيد اللي يقبل حسب المعدل، العالم المتطور يقبل حسب رغبتك انت شنو تريد تدخل، 50 60 ماخذ بس رغبتك انت، طموحك انت. لذلك احنا اغلبنا يكمل الكليه وهو ما مقتنع، يروح يصير موظف وهو ما مقتنع بشهادته، لان هو يرغب شيء او في باله شيء ثاني لكن معدله يحكم على القضيه. اليوم هذه التظاهرات
او هذه المناشدات اللي كانت يعني حتى هم مسوين هاشتاج وانتشر بشكل كبير، يقول لك لازم يكون هناك رد حاسم من التعليم حول الموضوع. لا يمكن انه نقبل احنا معدلاتنا عاليه جدا اللي 95 فما فوق انه ننقبل بمعاهد او كليات ادنى من الطبيه والصيدله ويعني حتى الهندسه. فاحنا نطالب وزاره التعليم العالي فتح الموضوع بشكل سريع، يعني لازم يكون هناك حل يرضي كل الاطراف. يعني ما اعرف التعليم ليش تنطي الشغلة مثل واحد ينطي شيء ويغلق الباب وينتظر الناس هي شنو تسوي ما تسوي خارج المبنى. احنا نتمنى يكون هناك فعلا تدخل، ناس جايبين معدلات عالية، يعني اللي جايب 95 ويدخل معهد لعد اللي ماخذ 90 مثلا وين راح يروح؟ اكو علامة استفهام كبيرة حول موضوع المعدلات والقبولات هذه السنة. الوزير طلع وقال ما معقولة انه احنا يعني شفنا قاعد نشوف صار لنا اسبوع يوميا هناك تظاهرات، جاي نشوف مقطع من هذه التظاهرات، وما معقول انه يكون الطلاب يوميا يتظاهرون بدل ما هم يبدون السنه الدراسيه ويكملونها على بشكل صحيح بشكل. يعني هم رايحين للكليه المفروض هم عندهم امل جديد بانه يفتحون صفحه جديده، طلعوا من السادس او من المرحله الاعداديه الى مرحله الكليه وهم بدايتها كلها تظاهرات وكلها مناشدات واستنكار وتعب وغضب، وهم هسه حاليا كانما جاي حتى رعب السادس يعني نسوا وهسه جالهم كابوس جديد. نرجع ونقول انه وزاره التعليم العالي عليها متابعه الموضوع وحله بشكل ايجابي يرضي الجميع، لان الطلاب فعلا في حيره من امورهم. القضيه كبيره كبيره، ما معقوله نقبل احنا معدلاتهم عاليه يكون قبولاتهم ادنى من المستوى المطلوب. ان شاء الله يكون هناك متابعه للموضوع ويتم حسمها باقرب فرصه. نبقى احنا في وزاره التعليم العالي واتمنى الطلاب والطلبه يشوفون انه احنا جاي هاي صار لنا حلقتين، مع العلم احنا بالحلقات السابقه ايضا نحكي بالموضوع، لكن يمكن نعطينا خلال اسبوع اولويه لوزاره التربيه لان بدا العام الدراسي الجديد وذول طلاب وتلاميذ بعدهم صغار. نبقى في وزاره التعليم العالي وموضوع التحميل. اليوم في الحله كانت هناك ايضا تظاهره، مو قلت لكم اليوم يوم التظاهرات وما يمر يوم في العراق اذا ما كانت هناك تظاهرات في اغلب المدن. في الحلة طلبة الهندسة طلعوا تظاهرة أيضا حتى يوصلوا صوتهم لوزارة التعليم العالي. هذه مجموعة من الصور للتظاهرات، هناك العشرات بل أكثر من طلبة الهندسة عندهم مطالب أهمها موضوع التحميل. أنا ما أعرف هذا التزمت لوزارة التعليم العالي بالقرار رغم أنه هو قرار خاطئ تماما، لأنه نظام عالمي لا يمكن إحنا من نحكي نقول نظام عالمي مو شغلة هو العراق هو فتى بيها وهو أو وزارة التعليم العالي مثلا الوزير السابق طلعها وبالتالي من الممكن نقول بها صح وخطأ. هذا نظام عالمي، التحميل نظام عالمي متبع عالميا. بالعكس أنت تخلي الطالب يشعر أنه عنده مسؤولية يروح للصف الثاني، هو يحمل عنده مادة أو مادتين يحملها وياه لازم عليه أنه يكملها بالسنة الجاية. أنت تنطي القرار في نهاية الامتحانات اللي كثير من الطلاب من الممكن رادوا يركزون على بعض المواد، من الممكن طلاب كان عندهم ظرف في هذا اليوم، من الممكن طلاب كان عندهم مشكلة في ذلك اليوم أو في ذلك الامتحان أو في تلك المادة فهو أجلها، ممكن هو ضعيف بيها يريد يقوي نفسه. أنت من تجي على نهاية السنة بعد ما امتحنوا وخلصوا وتقول لهم النظام نظام التحميل اللغة، هذا اعتبره يعني اللي فكر بالموضوع هذا إنسان خبيث فعلا، هذا يريد يدمر العملية التعليمية بشكل كامل. ما أعرف ليش التعليم يعني أنتوا أخطأتوا، لا بأس إنه الوزير يطلع ويقول يا بإحنا رجعنا نظام التحميل. صدقني ما حد راح يقول لك يا وزير تراجعت بكلام، ما حد، بالعكس راح يحبونك أكثر، أنت تكون محترم أكثر تقول يا بعد المناشدات وبعد الإلحاح إحنا اجتمعنا مع المستشارين مع الوزارة مع فبي انه يعني من الممكن انه يكون هناك اخذ وعطاء وتقول يابا صار موضوع التحميل. هاي وحده من المناشدات المهمه او من اجلها طلعوا تظاهرات. هناك مطالبات اخرى مثل ما احنا يعني شاهدنا بوحده من الصور مطالبات بدور ثالث. يقول لك احنا طالما ما جاي تحل لنا هناك القضايا الكثيره من ضمنها موضوع الغيابات وموضوع انه بعض العماده شدت مع بعض الطلاب، انطينا دور ثالث حتى يحسم الموضوع، حالنا حال وزاره التربيه، انطينا دور ثالث جرب شوف احنا نستحق احنا نعبر هذه المرحله ولا لا.
عندهم موضوع مرقنة قيودهم، عندهم احتساب عدم سنة عدم رسوب للكل دون شرط، لأنه هو اشترط أن يكون من المرقنة قيودهم. فيقول لك احنا عندنا هذه المجمل من القضايا هي مو مستحيلة، لكن وزارة التعليم العالي هي مثل الإنسان اللي معاند. أنا أشعر أن الوزارة معاندة هي ويا الطلاب شوية، هي خدوا عين ترى الظروف الأمنية والمادية والظروف الاجتماعية صعبة للغاية، وما أعتقد أن الطلاب هم أكثر حرصاً على مستقبلهم، هم يردون يخلصونها بأسرع وقت ممكن، حتى لا تعيينات أكو، حتى كل من يروح إلى يدور لباب رزق. يمكن إحنا هذول الطلاب بعد المحاربة اللي صارت لهم من وزارة التعليم العالي راح يضطرون يبيعون الأكو والماكو، يسافرون ويهاجرون. إحنا خلنا نشجعهم إنه يبقون. فنطالب مرة أخرى وزارة التعليم العالي شوية خيصر قلبك كبير، نطالب من وزير التعليم العالي بآخر أيامك كن منصف، كن منصف شوية، هستسوي لك شيء مثل وزير التربية، أنت الخمس درجات هو يدري بها راح تأثر على عملية التربية، لكن قلك حتى أطلع بالوجه الحسن، آخر شيء أختمها بشيء إيجابي. فأنت يا وزير التعليم العالي أنطي رجع موضوع التحميل، أنطي دور ثالث، أنطي هذه الأمور اللي تقدر عليها واطلع بالوجه الحسن، صدق راح يدعو لك أنت وأهلك. على العموم إحنا نتمنى أن يكون هناك متابعة ويكون هناك رد فعل، أي رد فعل هسه، بس أريد نحس أنه تعايشين موجودين على أرض الواقع. عسى ولعل يكون هناك رد من قبل وزارة التعليم العالي، وحق الرد مكفول. وموضوع الزعل الله يخليكم تركولي، أنه الناس من أقولهم زعلانين، أي طالب يقول يابا زعلانين، يقول وإحنا والطلاب والناس، يعني موضوع الزعل يعبر من حتى هسه بالأسر، من يكون هناك زعل بس من تكون مشكلة تخص العائلة ينسون الزعل، فانسوا الزعل من أجل الطلاب وأهلهم. طيب نروح إلى نبقى في وزارة التعليم العالي، وجت لنا مناشدة على صفحتنا بالفيسبوك من كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة، يشكون، وصلتنا صور راح نشوفها ونعتذر يعني حقيقة بداية عن الموضوع، لأنه الصور مقرفة للغاية. الحمامات داموا البنات في هذه الكلية، وهي خاصة بس للبنات، داموا بيها وشافوها بهذا الشكل. طيب هي المفروض أنه قبل ما يبدي العام الدراسي يصير هناك تنظيف شامل للكلية بكل محتوياتها بما فيها الحمامات. فيقول لك يعني البنات شنو يردون، احنا ننظف، احنا جايين ندرس، احنا طلاب جايين نؤدي مهمتنا الاولى والاخيره والاساسيه، انه احنا جايين ندرس ونطلع. الحمامات ضروريه، الطالب يقضي وقت طويل في الجامعه، فالحمامات جزء اساسي من الكليه، احنا ننظف الممرات وننظف القاعات وننظف اللي يمكن نهتم بالحديقه، لكن حمامات على اساس مو يم العين، واكيد اكو حمامات خاصه طبعا بالاساتذه والبقيه والكادر التعليمي او الموظفين، لكن هاي الحمامات الخاصه بالبنات دخلتوا شفتوها تدرون بها بهذا الوضع؟ يعني يقول لك البنات شنو يردون ما عندنا، احنا نجيب الماسحات ونجي ننظف. هذا امام انظار وزاره التعليم العالي، اللي هي هذا شغلها امام مجلس المحافظه، المفروض يكون هناك متابعة ومراقبة لمثل هكذا أمور. يعني هاي الحمامات متروكة معناتها ماكو صيانة بهذا، يعني وكلمة ناس متعمدة تكسرها وتطلع. على العموم احنا نتمنى أن يكون هناك فعلا رد أيضا حول هذا الموضوع ويتم متابعته. الغرض من عرض المناشدة هو لحلها، وننتظر من الطالبات إذا كان هناك أي تحرك من قبل العمادة حول موضوع الحمامات ويتم تنظيفها بالشكل ما يحتاج لها ترى هواية. أكو عندكم أنتم أعتقد عمالي يشتغلون بهذا الموضوع، إذا ما عندكم تأجرون تنظفونها، وأعتقد هم البنات راح يحافظون على نظافتها بشكل أو بآخر، لكن البداية تكون أن هم يدخلون ويشوفون حمامات تأسيسها صح، ما بها مشاكل لا بالماي ولا بأي جزء يخص هذه المرافق الصحية. طيب نروح للديوانية، وجانا استطلاع من الديوانية. هناك قرية اسمها قرية البلاسمية، هذه القرية من الثمانينات عندهم أعمدة الكهرباء، حالة مدينة عراقية، لكن المشكلة أنه هذه القرية تعرفون أرض زراعية، فملح هسه بالوقت الحالي إحنا تحولنا من هذه أرض السواد إلى ملح، إلى أرض جرداء. فهذه الأعمدة أغلبها سقط، وهناك آيلة للسقوط. راح نشوف إحنا طبعا الأعمدة وكل الوايرات الموجودة هي بالأرض. يقولون ناشدنا أكثر من مرة، والجهات المعنية مديرية الكهرباء يا بتر خاف يصير عندنا مشكلة وصير كارثة دون جدوى. راح نتابع القضية ونتمنى يكون هناك متابعة من قبل مجلس المحافظة، لأن هم يقولون ترى ما حد زايرنا، خاف ما تدرون بيها. راح تشوفون التقرير وتشوفون العنوان، خاف تدرون أنكم بالديوانية مثل هاي القرية. هسه احنا نقول لكم يا روحوا شوفوهم زوروهم وحلوا المشكلة قبل ما أنه تصير كارثة.
هاي الكهرباء تأسست عام 1986، ولحد من 86 لحد الآن لا غيروا بها عمود، لا غيروا بها محول، لا غيروا بها كيبل. هاي نسبة الأملاح بقاعنا تبلغ يعني 100%. فهاي التيول انوكلت من جوا وقام يوقع، قلنا لهم يابا جيبوا التيول جديدة، ما يجيبون، يجيبون كنر يخلونه على العمود ويصبونه من فوق، زين هذا مخيس من جوا شلون ينقطم ويطيح. مشينا المدير الكهرباء للشنافيه، راجعنا مدير الكهرباء قلنا له يابا هيك الوادي مشتكيت، ماك اي تغيير، الخطوط المجاوره خط العياش بدلوه، الخطوط الغيرها بدلوها، بس خط بني سلامه هذا منطقه هور الله تابعه للشنافيه وتعداد السكان عليه 150 الف نفر عشيره، يعني هاي منطقه هور الله 35 الف دونم، وهاي ناس صوبين الشط منا ومنا، وهاي المنطقه تشوفونها، وهاي لحد الان من 86 ما اي تغيير ما جروا بيها. يعني كل عمود من هذه الاعمده وقع وتم اعادته بالتراب بدون قاعده اسمنتيه اكثر من 20 مره على مرور الزمن، يعني مهددين كل عاصفه رمليه تجينا ينقطع الكهرباء علينا شهر او اكثر او شهر ونص. وبعد ذلك قمت بمطالبه الساده السيد مدير عام الديوانيه وسيد مدير الفرات الاوسط ووكيل الوزير والوزير المفتش العام، ولم نحصل على نتيجه لحد الان. احنا المره الاولى انه تدخلنا قناه لهذه المنطقه هي عشائر بني سلامه التي تقع في ناحيه الشنافيه، تبعد عن مركز المدينه اكثر من 120 كيلو. يعني انا تعبت، هذا كتاب من الوزير ومن دكتور عبد الحمزه وكيل الوزير، من المفتش العام ومن مدير الفرات الاوسط، ولحد الان اي نتيجه ما حصل. يعني كهربائنا تعبانه كلش، يعني اعمده متكسره نهائيا من عدمه، يعني ماكو، شلون هو عمود واقع شلون تجي به كهرباء؟ يعني ماكو لا يجون يصلحونه ولا هاي، على مود ها اجمعوا، منين نجمع احنا؟ منطقه تعبانه كلش، عالم تعبانه، وضعها تعبان، منين نجمع؟ يعني نجمع يجون يصلحون، ما نجمع والله على كيفهم على مزاجهم. يعني كهرباء تعبانه كلش، والله تعبنا. يعني هاي الوضعيه هاي صار لنا كم سنه على هالوضعيه. البارحه مقطوع عندنا الكهرباء من الساعه بالعشرة، ما جت غير الساعه تقريبا 12 حاليا. فاحنا من خلال قناتكم قناه الشرقيه الفضائيه الناشد الاخوه المسؤولين سواء كانوا في مجلس محافظه الديوانيه او الاخوه المسؤولين في العاصمه بغداد ان ينظرون الى هاي المنطقه. قريه بني سلامه تعبانه بالنسبه للقطع التيار الكهربائي باستمرار، ومن خلال قناتكم مره ثانيه ناشدهم ان ينظرون لنا نظره ابويه. يعني هاي الحالة من زمان، الأخوة تكلموا قبلي من 86 كهرباء عندنا شبه معدومة، ما توجد كهرباء عندنا من 86، الأعمدة مات الكهرباء متكسرة بحيث تجي عاصفة ترابية تنقطع الكهرباء عندنا لمدة أكثر من 10 أيام، وثم يتم تصليحها وورا بثلاث أيام هم تعطل تقريب 10 أيام، فكهرباء أستاذ شبه معدومة عندنا في قرية بني سلام. مثل ما شاهدنا انه حاليا اهالي هذه القريه قريه البلاسميه صار لهم فتره طويله يشكون من موضوع الاعمده الكهربائيه اللي هي آلة للسقوط، وقسم منها وقع حاليا هم دون كهرباء، فهذه مشكله كبيره تحتاج فعلا الى اعاده صيانه وتاهيل. فهم يقول لك ما حد يزورنا او ما حد زارنا، وهي اول جهه اعلاميه تزورنا وما حد يدري بقضيتنا ولا ضيمنا. احنا هسه حاليا نقول للجهه المعنيه في الديوانية دائرة الكهرباء مجلس المحافظة، هنا قرية بها آلاف الناس يسكنون بها، هم دون كهرباء وهم في خطر حاليا، أي عمود يسقط من الممكن بعد يومين تجي رياح وأمطار في فصل الشتاء، من الممكن أن تسبب لهم كارثة لا سمح الله. احنا راح نتابع القضية، نتمنى يكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية. قبل ما نروح لغير موضوع، على البث المباشر جاي يقولون ان اليوم كانت هناك تظاهره لطلبه مرحله اولى في امام وزاره التعليم العالي امام البنايه، وتعرضوا الى الضرب من قبل الاجهزه الامنيه هناك، ويعني حتى يقولون المقطع موجود هسه بدا ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما استقبلهم احد وهم طلاب رايحين يناشدون ويطالبون بتظاهره سلميه. هذا الوزير ما اعرف فعلا صار غريب، يعني احنا نتمنى انه يكون هناك صح، هي رئاسه الوزراء
منتهية الصلاحية، بقى لها أيام، لكن لحد الآن هي تشتغل. إحنا نطالب رئاسة الوزراء فتح تحقيق، يعني طلاب يروحون يتظاهرون بشكل سلمي ويردون يطالبون بحقوقهم ويعتدى عليهم من قبل الأجهزة الأمنية، هذا شيء خطير، والوزير المفروض أنه ينفتح ويا تحقيق. ليش التعامل بدونية؟ راح لك نائب ما استقبلته، الإعلام ما تستقبلونه، الطلاب تضربونهم أمام المبنى، هذا موضوع كبير يحتاج فعلا فتح تحقيق ويعني ومحاسبة عسيرة لكل من يقوم بإيذاء الطلبة، سواء عدم رفض يعني رفضهم أمام المبنى وضربهم، أو رفض مطالبهم ومناشداتهم. والمناشدات الصبر حتى وصلت لمجلس النواب، المفروض يكون هناك تحرك من قبلهم ومن قبل رئاسة الوزراء. طيب نروح لموضوع آخر. احنا وصلنا مقطع فيديو خاص إلى أهل المدينة أيضا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، واحنا نشكر كل من يثق بالبرنامج بشكل خاص، ونتمنى أنه اللي يرسل لنا مقطع فيديو بكل التفاصيل مثل ما راح نشوف احنا حاليا حتى يتم عرضه. هناك كثير من الرسائل تهمل لأن ما بها العناوين أو ما بها تفاصيل لكل العنوان أو الجهة أو المطلوب. أحد المواطنين صور لنا الحلو بالعراقيين احنا نضم الوصولات، أي وصولات خاص ماي كهرباء أي وصل المولدة نضمها نعتز بيها، لأن أقول لك في يوم من الأيام يجوز نحتاجها، وهاي الدولة غريبة عجيبة، قد تقول لك روح جيب لي مال الثمانينات مال التسعينات يلا أمشي لك معاملة، كل شيء واحد يتوقع، فلذلك إحنا نضم هذه الوصولات، أي ورقة خاصة بمراجعاتنا لأي دائرة إحنا نضمها، وهذا أعتقد الموضوع يشمل كل العراقيين. بالتحديد هو يعني يناشد مديرية ماء ومجاري ناحية الحيرة في النجف الأشرف، يقول احنا تجينا كل شهر او ما اعرف كل كم شهر تجينا وصولات خاصة بموضوع الماء و او يعني تخص الماء الصافي، هذا شيء طبيعي، يجي ماء الى الناس عن طريق يعني مياه الإسالة الى كل المواطنين. يقول الغريب بالموضوع انه بنفس الوصولات اكو عن المجاري، يقول هي وين المجاري؟ ما حد جاي يسحب المجاري، ما حد جاي ينظف المجاري، فيقول انه ياخذون فلوس عن المجاري على اي اساس؟ موضوع التنظيف ايضا يقول ماكو تنظيف. احنا راح نشوف المقطع من البدايه للنهايه وشوفوا بالنهايه ايضا هو ذاكر فشغله ايضا مضحكه للغايه، انه شغله صار لها 4 سنوات هم هسه جاي ياخذون فلوسها اللي هي المفروض الحكومه ايضا تصرف عليها. فهو يتساءل وحاط لنا احنا الوصولات كلها، يتساءل هاي الفلوس لمن ولمن؟ نشوف المقطع. تحياتي لكادر العمل في برنامج أهل المدينة، تحياتي لكادر العمل في قناة الشرقية المحترمة. زملائي الأعزاء، مشكلة من خلالكم حابين نوصل أصواتنا إلى مديرية ماء ومجاري محافظة النجف الأشرف، تحديدا مديرية ماء ومجاري ناحية الحيرة. المشكلة هذه دتم عملية استيفاء مبالغ إضافية فضلا عن أجور الماء الصافي. ما أعرف، أنا أعتبر هذه الطريقة هي طريقة تحايل، طريقة ابتزاز للمواطن. إذا تلاحظون حضراتكم هذه الوصولات، نشوف قسم من عندها مذكور أجور الماء الصافي، أجور المجاري، أجور التنظيفات. طيب هي وين هالمجاري؟ هو وين التنظيف؟ هو وين الاهتمام؟ طيب دا تلاحظون هذه الورقة الثانية أيضا فقط مذكور بها أجور الماء الصافي، أجور المجاري والتنظيفات، يعني ما أعرف هذا هل هو رقم هل هو كتابة. دا تلاحظون حضراتكم هذه هنا أيضا، هذه الورقة الأخرى هنا أيضا، وهذه أيضا، البعض منها يحتوي على أجور الماء الصافي والمجاري والتنظيفات، والبعض فقط أجور الماء الصافي. وصار تقريبا أكثر من سنة هم دا يأخذون هاي الأموال الإضافية، وأيضا دا يقول لك إحنا هذه المبالغ تشمل أجور الطابوق المقرنص اللي سوته البلدية لكم قبل 4 سنوات، اللي تم بإكساء الأزقة القديمة والشوارع والأرصفة. يعني ما أعرف هل هم كانوا في غفلة، هل هم كانوا في سبات وصار لهم أكثر من سنة قعدوا من هذا السبات وبدأوا يأخذون هذه الأموال الإضافية من الناس. ما أعرف شنو الموضوع بالضبط، أعتقد أنه هذا هو تحايل، هو ابتزاز للمواطن. طيب إحنا نعرف أنه الآن المي الصافي دا يوصل، هذا هو إذا كان فعلا هو مي صافي. طيب وحضراتكم أيضا دا تشوفون واقع المجاري أو واقع خدمات مديريات البلديات بعموم المحافظات مو بس بالنجف، زين، فأية أجور تنظيف هذه اللي مذكورة وأية مجاري، وما أعرف يعني شو نقول وش نحكي على دولتنا العظيمة. وأترك التعليق عفوا لحضراتكم، مع الشكر والتقدير.
كفيتي ووفيت حقيقة. أنا يعني إحنا صرنا المواطنين، في واحد يقول مفتحين باللبن، كل شيء واضح، نعرف الناس جاي تسرقنا بطريقة، يعني الحكومة كلش مرتبة أمورها بهذا الموضوع. يعني من تجي هي مرتبة الوصولات وتقول لك إنه أجور ماء، أجور مجاري، أخرى هاي مال أخرى حلوة يعني لازم يأخذون بيها، وتنظيف يعني شنو فعلا شنو التحايل. واحلى شيء هي الفقره الاخيره اللي قلت لكم عليها، هم جاي ياخذوا قبل 4 سنوات سووا طابوق مقرنس لبعض المناطق، وهسه تذكروا وجاي ياخذون فلوس عليها. شايفين واحد يدور يا بشان احنا ناخذ فلوس من المواطن، يا بتر احنا قبل 4 سنوات سوينا كذا كذا، خلنا ناخذ هسه من 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 المواطن اللي هو راح معي راح يحكي، يقل يطلع تظاهرات مره مرتين وما راح يحكي، يلا يشتكي يم الاعلام مره مرتين وما حد حيسمعه، واحنا الفلوس بجيوبنا. زين اكو خجل بالموضوع، هسه انتم سرقوا بس بنفس الوقت انتم هسه نظفوا انتم المنطقه مالتهم وتعالوا خذوا من عندهم، حتى لو يوم واحد على الاقل نظفنا بفلان يوم. السرقات صايره بشكل علني، يعني اكو سلافه عند الحكومات المحليه خاصه والوزارات اللي هي الخدميه. نتامل خيرا بالوزراء الجدد اللي راح يجون، اللي هسه يعني اكو ناس متامله خيرا وانا من ضمنهم، اقول عسى ولعل انه القادم حسوا بمعاناه المواطنين، طلعوا بثقوا من هذه المعاناه ويحسون على الواقع ويجون ناس يستحون. هسه رجهم شوي يستحون من يخجلون، يمكن بالعيني والاغاتي من يطلع شيء بالاعلامي يقول لك عيب يعني احنا نسويها. اذا كل شبعوا وراحوا وطوينا صفحتهم نقول عسى ولعل القادم افضل من اللي راح. طيب نرجع لوزارة التربية، يمكن هسه وزارة التربية قالت إيه راح تخلص الحلقة واليوم ماكو شيء علينا. والله وصلت لنا صور اليوم مأساة، يعني بحد ذاتها هذه الصور المفروض تخلي إنه الوزير بأكمل اليوم يروح يزور هذه المدرسة ويروح يشوفها. هذه مدرسة الطف المختلطة في قلعة سكر في ذي قار، وشوفوا يعني وين جالسين. طبعا هاي قسم منها هي كان قايله للسقوط، فسووا قسم من الصفوف كرفانات حتى يرجعوها، ماكو حمامات بالمدرسه، طالبات يداومون ويا خطايا الطلاب لانه ماكو غير مدرسه، الطلاب قاعدين على الارض، تعرفون لانها كرفانات فيعني محفره وخربانه الارضيه، يعني مو 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 ارضيه حتى يجون يقعدون عليها بشكل طبيعي، لا صايره انه يعني ما اعرف مهزله المهازل. يحدث فقط في العراق، مستحيل اكو دوله بالعالم، مستحيل يعني اكو طالب يقعد على هاي السجاده يشوف لها المربعات، مستحيل. يعني الارض احنا قبلنا بيها، يفترشون الارض، من الممكن انه اكو واحد يقول ينقهر عليهم ولي امر معلمه، من الممكن يجيب المفراش ويقعدون عليها، من الممكن تروح تجيب مثل ما احنا يعني نشوف بعض الطالبات يجيبون قونيه ويجون، مثل ما صار يمكن في كركوك قبل سنه، كل واحد جايب التخته مالته ماكو من البيت الكرسي مالته ويجي يبسط بالصف. بس هاي مدرسة منتهية، شلون يعني واحد يقول ما أداوم أفضل، شلون أداوم وأكمل سنة دراسية وأنا لا مقاعد لا أرضية، يعني هم شلون يدرسون وهي متهالكة منتهية. هاي المدرسة خارج عن الخدمة، شلون قبل المدير أحتاج، يعني من يقولون والله المدير شو يسوي ويزعلون علينا، أحتاج مثل ما تطلع تظاهرات من قطعوا راتبك، ما راح تطلع تظاهرة، اطلع تظاهره ابصر قدام المديريه اقول له تعال شوف، اروح للوزاره نفسها، تعال شوف الوزير اذا انت هاي الصور اذا تقبل انت الطلاب يداومون انا راح اعلنها خايفين على المناصب، خايفين على المناصب، خاف المدير يحكي وقدام المدراء الثانيين تنزل قيمته، وخاف يسوونها ما ادري شنو ويطلعونه من الاداره. والله والله ما تسوى الاداره اذا انا هاي مدرستي، اذا مو مدرستي حلوه ونظيفه ومرتبه وعلى الاقل تنفع بني ادم، هاي مستحيل. يعني هاي هسه انا لو اقول لهم يابا ممكن احط بها حيوانات يقولون حرام، حقوق الحيوان تحتاج، تقول لك يابا شو تحطين بهذا المكان. زين انا ما اعرف، لا عندنا احنا وزاره نشتكي لها، وزاره التربيه لا هي، ارجع واقول لا هي بحملات غريبه عجيبه، ما تعطش البصره والبصره ميته من العطش، هاي الحمله لحد الان مستمر بها الوزير، لحد الان الناس لا كتب لا قرطاسيه، طبعا هم راحت القرطاسيه صارت بس على اول ابتدائي. هذه المدرسة إحنا نطالب مدير المدرسة ونطالب مديرية تربية ذي قار ونطالب وزارة التربية بالتدخل بشكل سريع وفوري لإنقاذ الطلاب. عم يجيبهم كرفانات بس تكون مرتبة يخلصون بها السنة الدراسية على خير، وهي مختلطة خطية، والطالبات طبعا أكيد عايشين في وضع بها أكثر من 500 طالب وأكثر من 200 طالبة، الله يكون بالعون. يعني فعلا العراق بلد العجائب والغرائب. طيب نروح إلى الموصل،
واحنا وصلنا من هناك تقرير مناشدات كثيره من اهالي الموصل يقولون زحامات كبيره، يمتى يتم اعاده تاهيل بقيه الجسور؟ عادوا لنا واحد اثنين لكن احنا هناك العشرات من الجسور تنتظر. راح نشوف الموضوع، نتمنى انه الجهات المعنيه تسارع باعاده تاهيل بقيه الجسور وفتح الطرق حتى الناس تقدر تمشي حياتها الطبيعيه مثل اول واحسن. هاي وضعية الموصل، هذه الناس ما حد ماكله بس الفقير والزنقي طالع، احنا الفقراء داعي عليه. هاي على الدوام ما نصل الا 10. هاي وضعيه صوره، شوفوا شوف هاي الوضعيه هذه. شو طالب؟ طالب الناشد والحكومه، هل دعنا على الوضعيه هذه؟ ما ترى ما ماكله بس الفقير امانة الله. تعمير الجسور، هاي الجسور كلها واقعه داعي عليها، تسوينا غير يعني ما طريق تطلع فوق يبنشر. هاي وضعية هذه ويحطون مرور هنا أو عسكري ينظم المرور، ما يصير هالزحامات هاي ولا يصير هالزحامات هاي. يومي هالزحامات، يومي هالزحامات أخي. سيارات العسكرية تيجي روزة وهاي الكوسترات تيجي تشوط من فوق الرزق، هي اللي مسوي الزخم هذا. يوميا معاناة المواطنين على الجسر هذا، وبجسر واحد راحوا ورجعوا ومنتسبين يروحوا من غادي يقطعون شارع علينا. هاي يومي هيك، هاي يومي هالوضعيه هاي. واغلب الجسور هيك يعني؟ كل الجسور هاي. طالب من الاخوه هنا الازدحام، اما اكو ناس بيدهم يسوون الازدحام من طسات الجسر مالتهم تجي علينا، من شغله المرور هنا خفيفه شويه. من اللي يقفلنا وهذا يمشي على كيف، او الاخ يمشي بطيء، او الاخ من متقدم والسائق يعرف بهاي الشغلات يعني، بس هم يقومون يسولون، ما واحد ينطي الاخ مجال، وسببها هو المرور. طيب إذن هناك مناشدات كبيرة من أهالي الموصل لإعادة تأهيل وصيانة بقية الجسور اللي تضررت يعني بالحرب الأخيرة، ولحد الآن إحنا توصل لنا مناشدات كثيرة. واحد يقول كل مواضيعكم على التربية اليوم، ماكو على التعليم، إحنا بدايتها كلها على التعليم. يعني اللي يجي من نهاية الحلقة لا يفتي بالموضوع، يتابع الحلقة من البداية ويشوف. إحنا نحاول أن ننوع بكافة، ما نقدر ناخذ موضوع ونظل به يعني على وزارة معينة، هناك مناشدات كثيرة. للأسف الكثير من الناس، كل من أرجع وأقول كل من يبكي على ليلى، إحنا كل مواضيعنا لازم أي مناشدة توصل نحاول قدر الإمكان نعرضها. موضوع التحميل حقكم، أي حقكم، وإحنا جايين نقول نظام عالمي ولازم يتم يعني معالجته من قبل وزارة التعليم العالي. الناس جاي طالب هسه، نرجع شوي للوزارة للتربية، يقولون الناس إحنا 5 درجات ما كفتنا، نريد 10. حقيقة هي يعني راح يزعلون علي الناس، هي الخمسة تأثر بشكل كبير لأنه الطلاب بدأوا يتعودون، هناك بدأوا يصير إهمال بالموضوع، يلا الوزارة تطينا 5، يلا تطينا 10 وهكذا، رغم الظروف الصعبة لكن أكو ناس جاي تجتاز المراحل بنجاح وتفوق. لكن إحنا كمناشدة نقولها لأنه هاي خلص يعني أمانة توصل لنا، الناس يطالبون بعشرة أو الدرجات الحرجة يكون هناك إلها تعامل خاص. الخامس ابتدائي ما أجالهم 5 درجات، فقط للمتوسطة والإعدادية، ولحد الآن بعض المدارس ما نفذت القرار لأنه ما وصل لها، فإحنا نتمنى أيضا متابعة هذا الموضوع من قبل إدارات المدارس. وصل لنا أيضا هواي قاعد يحشون على موضوع الاعتداء اليوم اللي صار من قبل وزارة التعليم العالي، وهذا المفروض ينفتح به تحقيق من قبل الجهات المعنية. نفسهم الطلاب رفعون دعوة أصلا لأن هم طالعين يظهرون بشكل سلمي، وهذا حق كفل الدستور أن يكون هناك تظاهر سلمي، وهناك لازم من يستمع للمتظاهرين ويأخذ بيدهم على الأقل، أو يقولهم يابا لو تصير لو ما تصير. هسه ما رايدين واحد يطلع، ما رايدين الوزير يطلع يتنازل عن كرسيه ويطلع للطلاب ويقابلهم. يردون سنة عدم رسوب لكافة المراحل خاصة يعني التعليم العالي، وهي حشينا بها في بداية الحلقة. عموما احنا يعني نتمنى أن يكون هناك تعاون من قبل الجهات المعنية، من قبل الوزارات المعنية، أي شيء نعرضه يتم حله حتى احنا نقدر نتواصل بشكل سريع وبشكل صحيح. لكن القضية احنا نطرحها ويبقى الموضوع على وزارة
الوزارات والجهات المعنية. قبل أيام حكينا بموضوع أيضا هواي ناس زعلت بخصوصه، هو موضوع حكينا أو يعني يمكن كانت القرار أجى من الأنبار، من مديرية تربية الأنبار، أنه قالت أن اللي يدرسون في المدرسة الحكومة ما يصير في الآلي. بعض الأهالي زعلوا وبعض المعلمين زعلوا وقالوا إحنا نحتاج للراتبين. طيب واحد يفكر أنه أكو ناس قاعدة بالبيت تنتظر تعيين، فإحنا لازم نفكر بكل الأطراف، لنكون أنانيين، إحنا نعيش على هذه الأرض معاناتنا كلها سوا ولازم نفرح لبعضنا قدر الإمكان. هذا كل ما يعني قدرنا نطرحه اليوم، إن شاء الله بالأيام القادمة نطرح البقية المواضيع الأخرى، واللي حبي يتواصل ويانا على مواقعنا أيضا، واللي عنده مناشدة مشكلة إن شاء الله إحنا نحاول بأسرع وقت نطرحها ويتم حلها في أقرب فرصة ممكنة. هذا كل ما كان عندنا اليوم فيه للمدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام. في أمان الله.